عاجل، خطوة كبيرة ومهمة لخفض أسعار المحروقات، في خطوة مهمة وعاجلة من شأنها أن تعود بالنفع خصوصا على مستوى أسعار المحروقات، خاصة المغرب والتي حطمت أرقاما قياسية غير مسبوقة. وافقت قبل قليل مجموعة أوبك على زيادة إنتاج النفط بمقدار 100,000 برميل يوميا اعتبارا من سبتمبر أيلول وفق ما كتبته SNN. واجتمعت المجموعة التي تضم أعضاء في أوبك إلى جانب روسيا الأربعاء للمرة الأولى منذ زيارة الرئيس بايدن للسعودية. وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات للصحفيين: نستمع إلى شركائنا وأصدقائنا من كافة أنحاء العالم وخاصة الدول المستهلكة، غير أنه في نهاية الأمر يتبع أوبك وضع السوق ويوفر إمدادات الطاقة بحسب الحاجة.